ثم بعد الفاصل ضيفنا الفنان الأكثر مشاهدة، الأكثر نجاحا، الأكثر إنتاجا، زاد كيف كيف كما قلنا يتحدى في روحه بالخدمة. شفنا العالم نتاعو بالأساس، لكن وراس مارا فما مجموعة كبيرة من المشاكل. النجاح عنده ضريبة نتاعو والفاتورة تتخلص. وقتاش يشوف موسم خلاص الفاتورات نتاع النجاح بالنسبة لي؟ هاني بشنو فيه هنا؟ باش نشوف هادي من ديمني هوني في تونس، ما مانيش باش فهمت. المهرجانات عملت حفلة كبيرة برشا في صفاقس، آخر حفلة هذه، آخر حفلة في صفاقس، خارج مهرجان صفاقس. علاش؟ باش نوضحها النقطة هذه. علاش؟ تحبني نوضح؟ ما يصيرش وضحها باش العباد تعرف. خارج مهرجان صفاقس. ما يصيرش. باهي التوضيح باهي هذي. وأحسن حفلة في مهرجان صفاقس. أور فيستيفال، أوكي. أحسن حفلة في مهرجان صفاقس. فاجئك الجمهور اللي كان الأخر. دخلت ما فهمت شيء. على غياب الراب في المهرجانات الكبرى الرسمية، بالأساس كارتاج. لو حاشتنا اليوم باش نكرموا الفنانين الأكثر نشاطاً ونجاحاً، سمارة من المفروض يكون في مهرجان كارتاج. هذيك هو، هذيك هي العقلية هذي. أعطيونا تفسير. هذيك هي العقلية. بلكش ما يحبوش الراب. علي ما يحبوش راب، بالك أكثر 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 يعني اللي فيستيفال يعبيو راب. يا أخي سامحني يا أخي. والله نفسه يتعاود. والله ريت الحكايه نقول لك سامحني، راهم يجيبوا في راب في عبيد من الاوروبي يعطوا فيهم 300,000 دولار و400,000 دولار، فهمت يعني. انا تعرف حاجه، انا كي دخلت المهرجان كارتاج في ولت عمني ولا كيكه ولت عمني بها، انا حتى واحد من المهرجان المسؤولين ما سلم عليا، اوكي، ومانيش مستحق باش يسلموا عليا، خاطر فهمت، خاطر انا انت معايا يسلموا عليك، خاطر انت معايا. هادي لحظه كي خرجت من مهرجان كارتاج بعد ما شافوا العارض الكل تسلم عليا، خليش تسلم عليا سامحني، خاطر ما كانوش ما كانوش فاجئوا. اي بدلوا ستاف كارتاج الكل، مبدلوا هادي هنا، مبدلوا هادي الكل، مبدلوا خاطر هما ما عندهمش فكره على الراب، فهمت. حتى العبيد اللي شاد اللي فيستيفال ما عندهم حتى فكره على الراب. يقول لك الراب فما عبيد اوكي عندهم فكره، مي انا كي نشوف ما عندهمش فكره، ما نجمش انا كي نغزر العبد ما نجمش نعرفه ما عندوش فكره على الراب. في الراب في بالهم سفيها لي تبدلت راهي تو 2021. يقول لك الذوق العام زاد كيف هذه مهرجانات الذوق العام نتاع شنيا؟ يا وين يعني تصور انت حفلاتي ما فيهمش يعني سي كبار ورجال كبار يقول لك مثلا يمشي يغني لنا على بين ظفرين الهمله والحوم والواحد ليه كارتاج ليش هامله ليه هذه ليه مش كيك. ما هذا شو يقول لك المديرين؟ يا انا عملنا كارتاج عامنيه قلت عامنيه هي شبيه صارت مشكله؟ لا كانت حفله كبيره. فما كلام زيد، فما حاجه خارجه عن نطاق لايف وباند وجو وعبيد عملت جو، فما وليدات صغار هذي باش يبدا في بالك، فما وليدات صغار راهي ما تمشيش تسهر، راهي ما تمشيش لي شوكيز وما تمشي، فهمت؟ دونك يبدا يستنى في سمراء ولا اي رابور من الرابورات، فهمت؟ باش يجي الكارتاج باش ينجم بوه يهزو الغادي، فهمت هذي. ولاحظت انه قبل كنت انا مش كاين انا محروم، انت قاعد تحرم في برشا ولاد صغار، لاحظت سمارة انه قبل كان الراب الجمهور نتاعو اساسا ولاد رجال، شفت انه في السنين الاخرى ولاو بنات ديزانفلونسوز يجيو بالطبيعه ونلقاهم في الصفوف الاولى نتاع فنانين راب. والله يبعثوا لي ميساجات هذي يقولوا لي رانا من يعني في الولايات الكل رانا ما نجموش نمشيو نسهر ولا ما نجموش، فهمت؟ لك لازم تمشي تفرحوا زاد الطفل هذاك، ما يصيرش هذي باش نعرف كل عام هكا كارتاج. شو اللي صار في مهرجان بنزرت؟ مهرجان بنزرت يا اخي حفله كانت سولد اوت. نتذكر فما برشا ناس قبل بنهاري لو جعت ساكر في المارشنوار. شو اللي قاعد يصير في مهرجان بنزرت بالذات؟ انت ولد المهرجان، ولد الجهه، ولد المنطقه، ومسرح كبير، شو اللي قاعد يصير؟ تفرج المسرح، تفرج الجمهور، تفرج النجاح. علاش حفله كيما هكا تفسد؟ علاش حفله كيما هكا تتقص؟ علاش جمهور كيما هكا ما يفرحش بالفنان نتاعو؟ ربي يعلم عليه كل واحد كيفاش قص التذكره نتاعو. امي حاضره ليلتها، اول حفله تحضر لي امي فيها. وشوف باند وناس وفرقه ولايف،
علاش 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 تقول لك هادي بنزرت ولايتي ومنزل بورقيبه بلادي فهمتني والله باش نقول لك راه مشريين نحط 1000% خاطر كي نشوف عبيد لوتا شفت برجع حاجات في مصر حب نزلت وقصيت الحفله من الاول وعاودت رجعت ولاش نقول لك ربي يهدي راه ولا باش نقول حاجه كان خليها في بيني وبين روحي هي الحكايه باش نقول حاجه نقول له كان تحب تنجح اللي حاب يفزت اي حفله نقول له كان تحب تنجح راك مش تبزيد باش تفزت حفله العبيد نو النجاح راه تعرف بيش بالقلب الصافي والخدمه فهمتني اخدم على روحك وصفي قلبك تو تجيك باهي فما ناس يقول لك ما حققش قصيد حقك حتى لو كان صار شغب تلقى موجود مش هذي ما نقصش انا هذي انا يمكن ما خير كيما عملت ما عملتش ردة فعل اخرى عندي برشا حاجات هذي ما نجمش توترت حتى تغزر ريت لي فازت الحفله تعرف شو نقول له رانا نحن حومه عربي بطبيعتنا نقول له تصور امك تتفرج فيك نقول له انا ريت لي ضرب دبوزها ولا ترى فهمت ونقول له كان عندك هكي شويه كي ما يسالش عليه مش في وجه يضربني في وجه بدبوزه بين 11000 ولا 12000 مش رجله فهمت ومش رجله انا عيطت لي كلها يحكي لك يعني عيطت لي كل حاضره عيطت لي كل سنه ما رجعت بنزرت مش تجي تحضر ولبست له كانك عروس كوستيم وفهمت وباند تبرى في 5 ايام ولا 6 ايام تصبيح ما قدرتش يعني لا قدر لي انا كنت نجم نطلع دي جي هذي فهمت اي نو عبيد مسبحه هذيك والله 5 ايام يا هذي عبيد كامل شوكيز تمشي تبرف للعشرة متاع الصباح ولا 11 متاع الصباح عندي فيديوهات كان وريهم لك هذي نرقد قاعد ريت مبرف وقاعد نرقد يعني شوف انا تعبت وتسمعني وراه فما اغزر بنزرت الكل تحبني ما فما فئه معينه قاعده تصرف في فلوس وسنيه برشا حديث راه سني برشا حديث شو فما رابريت هما اللي قاعدين ولا العاتي قلقني هذي ولا العاتي قلقني عاد هذي منافسه غير شريفه اذا كان رابير شريفه المنافسه بالطبيعه شريفه هذي تعبت تقعد عليا لي هذي كل يوم انا كل يوم عبيت تقعد كيفاش باش تضرني تصور انت عبيت تقعد في الليل قهوي وكريسي كيفاش تكتب كيفاش باش برا خدم مشكل بالليل اللي قعدت بيها هذاك في دار ولا في قهوه ولا يعني برا يمشي يخدم على روحك برا سجل تراك مش خير راك ناجح اكثر مني واسمعوا حفظ بن زارت في بالي بيه قبل بنهاري اللي باش تفسد والله وقلت وقبل ما نمشي والله العظيم قبل ما نخرج من الدار خسرت لاصحابي في الدار قلت لهم راهي حفله بن سارت باش تفسد قبل بنهاري في بيلي بيخ بينه معنويات هبطت تغني مالك والله نهبط نغني شنو مشكل نهبط شنو وخليها تفسد انا نعرف روحي ايش عملت فزدت الحفلات زاد مع غيرك برشا رابرات اخرين حفلاتهم فزدت بنفس الطريقه بالك زاد هما زاد عاملين لهم زاد شنو وكانها ولات موضه خايبه في بعض موضه خايبه على الاخر هذي وحرام انه مهرجان بن زارت اللي عنده جمهور بنزرت بليت يعني انا شويه بنزرتي يعني منزل بورقيبه انا وليت بنزرت متحيل منزل بورقيبه زيد من بعد فما مهرجانات قصيتها مثلا نجيو نحكيو على القروان على المهديه الغيات الحفلات هيدي راني مانيش ماكينه ساعة راهو اي انسان ينجم يمرض واي انسان ينجم يدخل السبيطار هذي نحس في روحي ما عنديش الحق اني نمرض والله قسما بالله لطف يا ربي فم عبيد نخدم معها تحسك ما عندكش الحق انك تمرض فم عبيد هذي تجي تقيمني من الفرج راه باش نخدم راه نحكيك في حاجات راك ما راك تقول له راه اغزر تقول له راه اغزر حالتي الصحيه ولا اللي هو ولا راهو هكا ما يصيرش خي
ما يصيرش تكلم مدير مهرجان تقول له راه حالته الصحيه ما تخليش انه يمشي يخدم هكا ولا ليه؟ تبعث سيرتيفيكا حاجه ليه؟ حاجه عاديه يعني اي انسان ينجم يمرض في الدنيا لا يخليك لاخر دقيقه فهمتني؟ لاخر دقيقه تبقى وتبقى شكون مع مشكل مع الجمهور سامح اللي هو سامر فهمت يعني شوف اخزر ولا وصلت العبيد العبيد ما تعرفش لي كوليس يا ديرا تعرفش هو ما على بالوش بيك مريض ولا ماكش مريض الساعه خليني نفسرها للناس يحبوك تخدم باش تدخلوا باش تدخل فلوس نعطيك بلانينغ انا نتاع خدمه مثلا نقول لك ما تفوتليش في الجامعه ثلاثه خدمات ولا خدمتين انت ما على بالكش بالشيء هذا تجي تعبي لي الجامعه تحبني ما نمشي لكش اخي سامحني انا راح سته نتاع الصباح ولا سبعه نتاع الصباح نفيق لك نعاود نخدم لك نعاود نمشي نخدم نعاود نروح نفيق نعاود زاد عندي دار وعندي امي وعندي 1500 حاجه نقول لك وقتك تو باش تصور الفلوس اي مسير صورت الفلوس الحمد لله زاد مش نخسر صحتي زاد هادي فعندي صحه زاد خي بالك ساعتين انسان شويه هادي ام شويه وانا نخدم شوكي زويت يعني العام على العام هادي راه وهذا السبب اللي خليك علاقاتك مع الناس اللي خدموا معاك خلينا نقولوا انها تفشل علاقتي طيبه مع الناس الكل يعني. شو سبب الخلافات هذوما؟ قلت لنا سبب انهم فما ضغط عليك اكثر من الاختفاء ضغط كبير بيغزل هادي نحكيك حاجه باش تبدا فاهمني عبيد راقده والسمره يجري من بلاصه لبلاصه وعبيد راقده وقت المر مع بعضنا وقت ريت اللوكس والطيارات الخاصه والجو مع بعضنا ما فماش وقت اللوكس هكا ولا لا فماش قانون هكا هادي في السراء وضراء مع بعض السراء مش حتى سراء هي تعب هي خدمه وراها خبزه فانت اوكي ما بعضنا هوني وما بعضنا هوني ما فماش هوني بركه ما بعضنا راه مش وقت اللوكس والهاي هاي والكوستيمات ليه هادي انا نمشي نسوق وراح نسوق ما عندك شوفير؟ ما نسوق ما يسالش ونخو على اصحابي ونبدل على اصحابي ونورمال خاطرنا احنا فامي نخدموا راه مش ستاف خالصي فلوسك ولا ليه؟ لا تو سيف كامل وانت تخدم ايه ما خلصتش عام كامل نخدم مش سيف عام ما خلصتش حتى شاي تحب نزيدك ما يسالش نزيدك حاجه قداش عندي انا غني هادي؟ عندك عندي 10 سنين عم جينا عمل 10 سنين في ميدان شهرة هكاك عندي 10 سنين فما عبيد قسمت معايا تعب 10 سنين غنى 10 سنين ريت 10 سنين تسجيل قسمت معايا ليه؟ وتو انا غالط انا غالط انا نمشي نبحث هادي نبحث على فلوسي وعلى حقي تبحث مانيش في بالك كل جمعه انا كل جمعه كيفاش نهبط ستاتيو هذاك كيفاش نهبط كيفاش سامحني مش ظلم هذايا مش ظلم اخي مش ظلم انت تخدم سيف كامل ومن بعد ما تلقاش فلوسك اخي شكون يهبط انا مسين مريولي ما عارق واموري تعبه بس الاولاد يقولوا لك وين انا كي نعمل سبيكتاكل بالحق فهمت ومن بعد شنايا تلفت ما نلقاش فلوسي غريبه تلفت ما لقاش فلوسي معناتها سامحني توا اللي راهو فيهم خدم هذوك الكل شكون كل هذي ما فما شيء الكل ما هو عندكم عقد من مفهوم الكل والعقود انا عقود انا معقود انا معقود خدمه بليش وكي زويت ما فماش فما اسمعني يا اخي انا لهالدرجه يعني رقعه برشا باش نطلع في التلفزه يعني ونحكي موضوع كيما هكا ولا لهالدرجه انا كل يوم نهبط في ستاتويت نحب ناخذ حقي يعني مش لهالدرجه هادي فهمت الناس اللي تخدم معنا هادي شكون باش يخلصهم سامحني هذاك سؤال انا نخلص فيهم هادي باش تخلص فيهم؟ نخلص فيهم انا من مدخولي الخاص خلص فيها يومين مدخولك ماكش تاخذ فيه اصلا ما عندي مدخول تخلي قلت لك ما جيش عملت كونترا كبير والكونترا هذاك وتقسم معايا زاده راه وهادي ما يصيرش خلي العبيد تفهم زاده فهمت العبيد مش تعبه معايا 10 سنين هادي راه فهمت وخذيت وكليت خير ربي
خذيت تعرف شنو خير ربي خير تعرف شنو مليارات بالكونتراتو هذا ليه مش كونتراتو تاع اليونيفرسال نو بالخدمه نحكي لك في الخدمه لثلاث سنين والله خير ربي والله خير ربي ومن بعد انا بسيرش حتى عشرة حتى صحبه حتى عيب والله عيب والله عيب والله عيب ليه ويطلعوا يكذبوك ونشوف اسمع ونشوف وليت خايف اخسر خايف باش نعمل محامي خايف باش وليت خايف هادي خايف ونقول يصيرش نقول هاك ساكت هاك وليت مظلوم اذا تقول لي نمشي نبحث والله نمشي نبحث ها وهاي العبيد معايا كان انا كان نكذب في حاجه نكمل من الخدمه هادي السته ما نرقدش نبدل حويجي وندوش عبيد تعرف يمشي معايا عند شكون عندي ولد خالي يخدم معايا يمشي معايا الصبيح مسكين يرقد قدام لا لا قدام لا 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 يعني الدوله ما خسرت اوزل الشرطه والدوله ما خليهم على جنب فهمت مين احكي لك عشرة حتى عشرة أخسر. انت تبيت راقد انت تبيت راقد وانا بيت نخدم وتزيد تخسر تعبني تهزني صاحبك وعشرة ومين ملح برشا برشا هادي برشا برشا وجيعه برشا أو باش نكمل الفقرة هذه مادام نحكي على الحفلات البنغازي نقطة ضوء مزيانة برشا ما شاء الله معناتها حفلة بنغازي الحفلة اللي نشوفوا ساعة بعثوا لك طائرة خاصة طائرة خاصة بعثوا لك طائرة خاصة باش تهزك البنغازي شو أنت شرطت عليهم قلت لهم نحب طائرة خاصة والله أنا نشرت والله شو لعبت سوبر ستار والله ليه والله هما بعثوا لك قدروك بعثوا لك لهنا طياره اخبار سقدر برشا اقامه في تاع في محل الجيش نتاعهم ما شاء الله ما شاء الله عبيد محترمه مؤتمر الصحفي زاد كيف كبير برشا كبير برشا استقبال رسمي سياره خاصه اللي كنت تتنقل بيك غنيت في ملعب 28000 وكنت الاعلى اجرا نشوفوا حاجات كيما هكا تونسي ولعبوا لي في الصون توينسا توينسا ديما توينسا هكا يا شمسهم توينسا في الصون ليبي ما تحكيليش حفلتين اما انا نسمعوا في حاجات باهيه يعني. ما خاطر اني اخي كان جيت شوي مانيش فاهم روحي شفت الحفله على روح الحمد لله تصور كيما هكا فيهم قدر برشا الفنان التونسي فيهم نجاح فيهم اعتراف كيف شكون نمشي نتشرف انا نتشرف في تونس بلادي هذه الحفلة الثانية ما شاء الله وبالحق واحد يحسدهم على الجانب التقني اللي وفروه لهنا حاجات كما هكا نتمنىهم زاد يكونوا موجودين في تونس تقنيا كحفلة تقنية تفرج تزيكون والسين وكل شيء وتغيظك انه في بلادك ما فماش حاجة هكا هاك تشوف في بلادي شو فهمنا هاك تشوفها يعني هنا لا فما دبابس لا فما حتى شيء احترام احترام كبير احترام كبير به احترام كبير ان تحيه ليبيا بلي تحيه كبيره ياسر ليبيا والجمهور ليبيا والله تحيه كبيره للجمهور في ليبيا لازيبيت نغنيو اوكي لازيبيت سماره سماره بيناري باش نقترح عليك زوج حاجات خايبين باش تختار لي شنو تقبل خايبين لطف يا ربي فيت مع رابور ضارب وقلبه خايب والنتيجه هيت يرعب اوكي والا رابور مازال بادي جديد وقلبه باهي والغنايه متوسطه رابور بادي جديد وقلبه باهي وقلبه اسمعني مادام قلبه باهي ساعه رابور قلبه خايب باش تعملوا فيت ما يجيش راهو موسيقى خاطر احساس وين ترتاح اكثر لما تعتذر انت على غلطه عملتها قدام الشخص اللي ضريته والا يجي انسان ضرك ويعترف لك بالغلطه نتاعو ويقول لك سامحني وين ترتاح اكثر هي كلمه سامحني راهي ماهيش ضعف بالعكس قوه هادي وما نتصورش روحي نوصل يعني نعمل حاجه خايبه مع ما نتصورش دونك انت ترتاح اكثر لما تقول سامحني ولا لما تتقال لك سامحني ولا اقول سامحني ما دمني غلط قول سامحني قلقنيش هيك وانت اسمك سامح قول سامحني هذه وتسامح نسامح سامح مش الناس الكل ايوه وفي كل شيء الا
الا فاش ما تسمحش؟ لا يعني فم الخضر وشرف وذوكم يعني ما فماش سماح. فماش سماح؟ لا. لو تاخذ ورقة بعيد الشر عليك فيها سبب وفاتك وتاريخ وفاتك. سبب وفاتي وتاريخ وفاتك تحل تقراها ولا لا؟ ما نحلهاش خاطر اللي مكتبه ربي تيسير. شوف باللي تعدى عليك وبالمشاكل اللي تعديت عليك ولو نجي نشوف مثلا كبار الفنانين يقول لك وصلنا ساعات نفكروا في الانتحار. هل وصلت المرحلة انك تقول يا اخي فك علي انا؟ وصلت اكثر منها، وصلت مراحل اكثر من هكا. فكرت وصلوني في مراحل اكثر من هكا. فكرت في الانتحار؟ مش فكرت في الانتحار، مي وصلت لمراحل اكثر من هكا. من غير ما ندخل في التفاصيل هذه ما وصلت لحاجات خايبه برشا، فهمت؟ خاطر انا من ناسي انا ناخذ حقي نرجع لروحي حاجتي، فهمت؟ هكا دونك خليني راجع على روحي خاطر نجم ناخذ حقي وحدي من غير حتى ما نستحق حتى انسان في الدنيا هذه، فهمت؟ خاطر الانسان كي يبدا على حق هذه ما عادش يخمم راه واش باش يعمل، فهمت؟ غنايه تحبها وتعجبك على الاخر وكتبتها شيخ عليها، اما تعرف انه الجمهور ماهوش هذاك الستيل نتاعو. وما بين غنايه جمهور شيخ عليها على الاخر وتعرف انه الجمهور يحبها على الاخر. إذا عجبتني أنا هذه باش تعجب الجمهور، خاطر أنا والجمهور كيف كيف يعني. نفس الموجة. فاهم جمهوري بالطبيعة فاهم. شكون يأتمر بأوامر الآخر؟ أنت تتحكم في الجمهور ولا الجمهور يتحكم فيك؟ والله هي والله في لينك هذه، والله بيني أنا والجمهور راهو في لينك، ما نجمش أنا نتحكم الجمهور يتحكم. فما واحد نعرف الجمهور شنو يحب بالضبط. فما واحد مرة سألني خلي بربي سمارة الناس علاش تحبوا؟ علاش تحبين؟ قلت له والله كي نجيب سمارة لما نسأله. والله ما عند ربي، والله ما عند ربي. الحمد لله. خمم لي مليح على السؤال هذا. بيه. تعيش مع امرأة تحبك وأنت ما تحبهاش؟ بيه. وإلا أنت تحبها وهي ما تحبكش؟ أنا نحبها لا هي تحبني. الزواج. حبوش بعضنا وانا نعيشه، فهمت؟ انا اكبر كذبه في العالم الحب هيك، والله اقوى كذبه ريتها في الدنيا هيك. انا ما حبيتش انت؟ يدي اختاني اختاني بالحب. ما حبيتش؟ انا خصاص فاشله الكل. ما نعرفش بالك من هنا زاده. تعرف يدي على الارتيست راوس، الارتيست راوس صعيب راه في امور يعني باش تلقى علاقه ناجحه. الارتيست والليزارتيست يعني بصفه عامه، فهمت؟ عندك الفنانين والممثلين ديما قصص ماهيش هي، فهمت؟ خاطر ما تنجمش اخزر ريت الطفله اللي باش يعني باش تعرس بها ولا باش تاخوها ماهيش باش تقبل الصياعه، فهمت؟ يعني العيشه اللي تعيش فيها وانستغرام كش فيه وكيفاش يعني كي تخرج دور مع حسيلو حاجة تاعي اختان اختان اللي اختان منه الحب اللي تتعرف عليها تحب سامح اكثر ولا تحب سماره اكثر؟ انت عارف عليها ايش تحس؟ انت ايش تحس؟ تحس هي تحبك على خاطرك سماره ولا على خاطرك سامح؟ ماني متعرف على برشا هيدي يعني، فهمت؟ الاغلبيه بعطيك حاجه لا يا خزي باش تحشم لي اختاني ولا باش نحشم باش نحشم على الاخر توا مي الفلوس زاده راه عندها دور زاده، فهمت؟ بليت ثواني انا فلوس الدنيا ذي مظاهر وليت ما عادش قلب، فهمت؟ يعني انت وقداش عندك توا؟ كان عندك برشا يحبوك برشا، كان عندك شويه يحبوك شويه غلطة. نجم تلبس خاتم هنا ولا ليه؟ يا ليش نجم نلبس خويتم؟ علاش ما لبستش خاتم حتى لتوا؟ لبست ونحيت ولبست ونحيت. فما خاتم جديد باش تلبس هنا؟ لا تو لا عام جاي ان شاء الله. عام جاي فما خاتم؟ ان شاء الله. نقول ربي يكون في عونها. شكون؟ باش تلبسني خاتم؟ ربي يكون في عونها. علاش والله عليه والله خون كبير انا هيدي. ليه؟ اش معناتها؟ معناتها باش يستحمل تعب والسفر نتاعك ومزاجيتك لازم تنظم وقتك، حكيت تنظيم وقت وكا هاو، فهمت؟ خاطر الموسيقى اذا تنظم وقتك فيها هي ديما
تنظم وقت عائلتك، وقت دارك، وقت تسجيلك، وقت وقت امك، وقت فهمت، لازمها تنظيم. ولدك يحب يولي رابور تقبل ولا لا؟ اكيد ولدي نجيب طفل ان شاء الله ربي ينوب عليه 6 سنين رابور ديريكت. مازال ينطق صايي ولا رابي، علاش ما يكونش رابور؟ ويقرا بالطبيعه. باش نعملوا توا لعبه اخرى فيها ترتيب اولويات، يلزمها برشا صراحه. رتب الاولويه مع سماره. سماره باش نعطيك مجموعه من الاسئله، كل سؤال في مجموعه من الاقتراحات، باش نبداو بخمسه اقتراحات حتى نوصلوا لزوج اقتراحات وانت باش ترتب لي كل مره. باش نبداو السؤال الاول، اللي خوف سماره في الحياه، 6 حاجات ربي بعدهم عليك وعلى كل واحد يتفرج فينا: الموت، الفقر، الفشل، السجن، المرض، ولا الغدره. اللي يخوفك، اللي تخاف منه؟ الغدره. الغدره الاولى. السجن الثاني اكيد. وجربته واختبرته السجن انت؟ نعم. المرض ابتلاء ما عند ربي، هذاك ما نجم حتى واحد. والفشل من بعد الفقر والموت اخر حاجه. ما تخافش من الموت؟ علاش تخاف؟ الموت هو النهايه لمرحله من حياتك. خفت من الموت لي عمل خايب انا، الحمد لله يا ربي فارس واموري جوي بيه الحمد لله. ما تخافش من الفقر؟ لا الفقر هذي كان علاش تخاف منه؟ عشته هنا قبل يعني مش خاف منه تاهو. السؤال الموالي توا 5 احتمالات: نغني من اجل 1 المال الفلوس، 2 المجد، 1 يدخل التاريخ، 3 الراحة النفسية، نقول لك الموسيقى دواية، 4 الشهرة، الناس اللي تعرفك أمورك تتسهل، تغيير والإصلاح، نبدل، نحب نصلح بلادي، نحب نصلح بلادي بالفن نتاعي. الأولى الراحة النفسية، خاطر أنا حاجة نحبها هذي هذيكا، والثانية التغيير والإصلاح. تحب تصلح البلاد؟ أكيد مش نصلح البلاد يعني، أما نحب نقدم، ما فهمت؟ يسيرش قلت لك أنا عبيد دخلت الاستوديو نتاعي قالت لي أنتم معلم ثالث كيفاش يعني، فهمت كيفاش؟ المجد الثالثة والمال والشهرة آخر حاجة يعني، فهمت؟ يشوفوا تبعاتهم هما، إذا موجودين الثلاثة هذوك باش يجي المال والشهرة. شكون أكثر تحب المال ولا الشهرة؟ فما ناس مشهورين ما عندهمش برشا فلوس. فما ناس عنده برشا فلوس ومش مشهورين جملة. ربي عطاهمني الزوز هي الحمد لله يا ربي. شنو المال والشهرة كيف كيف هذه ما كيف كيف نخدم كيف 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 المجد ما بعد 100 سنة أكيد. أنا وياك ما عادش موجودين، باش تحب يتفكروك الناس؟ الكلمة الطيبة أكيد هذه. باش تحبهم يقولوا عليك؟ كان فما فنان اسمه سمارة، وكان انسان به، وكان انسان يعاون في العبيد، وكان انسان كي ربي رزقه ما خليها بحد. السؤال الموالي، احلامي الفنيه، مهرجان قرطاج، فيت عربي، والا جائزه عالميه، والا مليار مشاهده. جائزه عالميه. جائزه عالميه الاولى. 2 الاولى. مليار مشاهده زاده عندك ما تقول فيها سيدي. مليار. مهرجان قرطاج وفيت عربي اخر حاجه. علاش سبقت مهرجان قرطاج على الفيت العربي؟ خاطر بلادي اولى من فيت عربي. نطلع على ركح قرطاج خاطر انا جربت ركح قرطاج، فهمت؟ تحب المهرجان؟ الركح. فيت عربي، شكون الفنان العربي اللي انت ماذا بيك؟ أو تحس تعملوا إضافة للأغنية العربية باش تغني معاه؟ جورج وسوف. جورج وسوف. أما جورج ما عادش كيقبل معناتها، يمكن أنت خلطت على جورج. لا خلطت عليه شنو؟ كيفاش؟ كيفاش ما عادش كيقبل؟ جورج زمان. حتى تو مازال جورج، حتى ولو مريض ولا حاجة مازال. مازال تفهم مازال مش تبدل، جورج يبقى جورج هيدي. أحلى أغنية لجورج عندك. واللي اديتهم زمان. خسرت كل الناس علشان هذا. به السؤال الموالي، تزعجن الاتهامات: 1 مخدرات، 2 افساد الموسيقى، 3 التكبر.
ذكرهم ثلاثة. أما رتبهم لي بالأكثر. أكثر مخدرات، أكثر حاجة. باهي، حكينا فيه الموضوع هذايا. إفساد الموسيقى، كان جيت إفساد في الموسيقى يعني كان. خاطرك خاطرك رابور ويقول لك الرابورات يفسدوا الموسيقى. كيفاش فسدوا فيها الموسيقى؟ كلام. أنت توا على شكون تحكي ساعة فسدوا؟ نحكي بصفة عامة. ساعات تعطي حاجة. هاتو نقول لك مساجات. لهنا هاتو نقول لك. أنت اللي تحكي على إفساد الموسيقى من أنا ناحية. أنا نحكي لك أنا نقول لك يجيو بحذايا فنانين وتريين. وتريين. ما يجوش بكم الكل. أنت حكيت الفكرة خاطر قلت لك السؤال فيه شوية. نقول لك بالضبط وهذا نوضح لك. نحن كيفاش نفسدوا فيها؟ يقول لك يا أخي اليوم وليتوا تجيبونا في الرابورات هذوما فسدوا الموسيقى يغنيوا على الجريمه يغنيوا على الحوام. عندي انا وعندي وتريين ويعني معايا تو في استديو وشكون قال لك لي انا ما نفهمش وتري ولا لي انا ما عملتش وتري ولا لي انا ما كتبتش وتري؟ هذه نلحنوا ونسجلوا ونصنعوا في موسيقى وتلقاها شخص واحد. شكون قراك الموسيقى؟ تلقى ملحن ما نعرفش شكون وما نعرفش شكون وما نعرفش شكون باش تخرج شاعر وكاتب و يا كل شيء نعمل فيه وحدنا نحن. شكون قراني موسيقى؟ هو ثنايا قراتني موسيقى قراني حد. تعزف خاطر شفتك ساعات على ال نعزف نعزف كوبوزي تويكا ودخلت في مواضيع اخرى ومن غير لا قريت لا شيء. هذه جانب فما رابرات اللي يعملوا راب اونجاجي يقولوا لي سمارة واللي ماشيين على شكلة سمارة فزد الراب في تونس. وانت فاش تعمل قل يعمل في الراب قل له قاعد يحكي لك كهو هذا اللي تحدو يجي يحكي لك وين الراب؟ عمري جيت حكيت لك على انسان لا ولا على رابور ولا حتى مرة حتى مرة ما نحكيش انا هيدا علاش نحكي فهمت كي انت تنجم تقوم بالراب فازي قوم به الراب اخذ الراب يحبوا اخذ يحبوا ردوا ولا شيء يضحك هذه والله اقسم بالله ريت ساعات نسمع حاجات ما عادش رابور يقول لك سماره ما عادش رابور ولا يعمل في بوب اكثر بوب تخف شنو بوب هذي فما موسيقات مازالوا ما سمعوش بها لهنا هذي في الراب في التراب في البيانو في اللف مازالوا هذي مازالوا اسمعني علاش ما فهمي بيه كيف فما هاك علاش ما فهميش البومات علاش ما فهمش موسيقى بيه علاش ما فهم علاش ما علي تسمع للتوانسه لا اسمع بالطبيعه مع ناس معي ناس كيفاش فسر لي كيفاش تسمع معناتها كيف فنان رابور يهبط اغنيه تحط تسمع بالطبيعه نسمع اسمع وساعات مع ما نسمع الجمله زيد كيما نسمع كيما ما نسمعش شو اللي حدد فيلينغ عبد تحبوا تسمع له عبد ما تحبوش ما تسمعلوش والله ليه والله ليه مش هكاك ما كي نلقى موسيقى لازمني نسمع بطبيعه لازم نسمع شكون ينافسك؟ حتى واحد ما عنديش منافس انا اذا انت انا نفس في روحي شكون الثاني؟ روحي شكون الثالث؟ طويلي تحط فيا شكون الثالث؟ والله يا ربي يجيب القسم للعباد الكل وما نحبيهاش قلت لك المرتبه الاولى اما فما لا قبلي لا بعدي يعني ديما تك لازم لازم ايه التكبر خايب على الاخر تكبر علاش تكبر كبير ربي فما مجموعه من الشباب عملوا اغنيه حضره قالوا اغاني سماره في الحضره مره حبيتهم ومره ثانيه عملت والله ما حليها ماما باش ما نبتش خايب مع العبيد يا بس كل يوم عاد تولي كيكا عملته مرة حاجة يعطيكم الصحة فهمت قبلتها ما رجعت ولي مساتة فهمت كيفاش عاد كي كتا هما نجيبهم يغنيوا هكا دخلت في حاجة أخرى فهمت دخلنا في شوية مساتة شوية واضح أما ما حليهم الأولانية عملت لهم كومنتير وضحكت عليها أما كل جمعة باش تولي سنيسة فهمت السؤال الأخير أعتبر رحلتي الفنية ونجاحي اشتيت حظ فما برشا عبيد ضربت حظ أنا مانيش حظ اجتهد ما عملتش غنية انا عملت هكا ومن بعد طحت هيدي واهلا ولعبتي يا زهر قالوا لعبتي يا زهر انا عملوا رورو ما دايم والو تربية السوق انت وينك وقت البرد كليني كلهم زهر مش زهر كاين متصورش انا ربي زهر يجي خمسة مرات فهمت حاوش نقول بعد تيحات هذوكم الكل هيدي ورجعت مش زهر هيدي امبوسيبل تكون زهر تعرف كل مرة تصير لك مشكلة يقولوا سيئ
وفي نساوى سمر وفي هذه النهايه تطلع كيما النار من الرماد. لا هذه تعب والله مش هكاك والله انت تشوفها سهله الحكايه ما هي سهله والله. راي نفسانيات راي تتعب هذه راك باش ترجع في الطرح راه. علاش قلت لك انا بكري نخاف من الحبس ولا نخاف من فهمت من حاجات كيما هكاك خاطر هذه ما نحبش نعاود نعيش الفتره اللي فاتت فهمت. خاطر اذا واحد بالنسبة راحني انا تجيني مثلا في ثلاثة شهور ولا أربعة شهور حبس ولا خمسة شهور يا اخي ما يضرونيش هذه اصلا انا نتذرع على الاخر فهمت. تتذكر اول مرة قابلنا فيها؟ نتذكر نتذكرش برشا مش نتذكر تحب نذكرك؟ اه صورت معاك ريبورتاج 90 دقيقة اي عملنا حكاية عندها 8 سنين 9 سنين وقتها قالوا لي فما فنان طالع اسمه سمارة ليه؟ مشيت نلوج عليك في بازا بورقيبة نرجعوا بالتوالي 2016 خلينا نتفرجوا مع بعضنا يا حسرة الزمن الجميل هذا الزمن الجميل؟ بالطبيعة أكيد ما خلاش من الزمن هذا أنا توا الزمن الجميل هكا هذه أول انترفيو إي هكا قداش عندك مليون؟ ما تقولوا أنا أثربت هوني وعملت الملايين هوني إي شفت معناتها هما يقولوا هكا هما قالوا أنا عملت الملايين هوني أنا وقت اللي جيتني أنت أنا عاملها الملايين ما كنتش وقتها حتى ميديا تحكي عليك وأنت عامل ملايين وقتها أكيد مليون 200 مليون 300 أرقام أرقام نغنيو نغنيو الدور سمارة سمارة ضيفنا في الحلقة الأولى من فكرة سامي فيري سمارة 26 جويلية هبطت برشا ستوريات فيهم برشا وجيعة برشا قلق تطلب من الناس أنهم يخافوا ربي فيك وقلت راهو ضريتوني بالفعل الخايب والسحورات شو هي حكاية السحورات هذه؟ هذه مش حديث تاع تلفزة فهمت؟ ماش انت رجال تسحر تو مش لقيت سحرة؟ برشا انسان يحط لك سحر معناتها انسان قريب برشا منك برشا 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 من غير ما ندخل في تفاصيل هذه خاطر مش تاع تلفزة الحديث فهمت؟ اما قلت لك رجال تسحر رجال ما يوصلوا يحبوا يسحروك انما يقربوا منك باش يحطوا لك السحر قريب اقسم بالله والله والله يا هادي من غير ما عنديش علاش نحكي في كتاب قران يا ناس والله اقسم بالله والله وين حطوا لك كتاب القران؟ ورا ريت الغلاف كتاب قران صغير في كرهبتي كتاب قران صغير عرفتهم كتب صغار ريت الغلاف تاع كتاب القران ورا الغلاف هذاك حلينه الغلاف وحاطين فيه ومسكرينه تصور انت كيفاش فقت فيه؟ فق بيه واحد يقرا قران خويا فهمت قرب الكهرباء بدا بشوي بشوي عملت رقيه شرعيه ولا عملت برشا رقيه شرعيه ومزيد شيء ومزيد الحمد لله هذه الحمد لله الحمد لله نحن عبيد تخاف ربي وكا الحمد لله هذا اللي يخليك زاد تقول باي باي باش نعتزل والله ليه مش حكيت باي باي باش نعتزل هذه توصل راه الحاجات راه تقول كي باش نتضر انا كي بالمضره هذه فهمت وانا نعمل في موسيقى خليني نبطل هذه فهمت لكن انت اعلنت اعتزالك اربع مرات كي ديما نعلن هادي ونرجع خاطر نحب موسيقى هادي من الاخر فهمت والله ساعات ناخذ قرار بيني وبين روحي نقول ما عادش نغني بالرسمي فهمت ما يدري راني في الصبيح نرجع نغني فهمت والله العظيم والله حاجه ماهيش مني انا فهمت انت عيلتي وانت دوايا شنو باش نعمل ترى دائما انا جيت نحب الحاجه هذيك على غالب برشا كلام مريض ما عادش مركز برشا كلام حادث مرور في مستير البارح بارك فوت البارح امي شويه لدي ما ادريش نصار لها بسم الله عليه والله حادث مرور وفيت الفنان سمارة ما نعرفش تشويش كله تشويش وتشويه فهمت تشكي ما تشكيش شكون باش نشكي صفحات هذيا مشكلة شاي هذي
هذا تو إشاعة وفاتك في حادث سيف المستير، مليون مشاهدة على تيك توك. باش نمشي نشكي بيه؟ يسعد شيش هنا نشكيش هادي أنا. بيه خلي نكمل معاك بالحاجات الإيجابية. من صحيح. من هنا الرأس العام. فما موسيقى أخرى ولا راحة صغيرة؟ أنا هادي نعطي البلانينغ نتاعي ومن بعديك يبدو يحضروا لي ويهض. يا خويا أنت شنو أنت تهبط على التوندونس ما يهبط معك. خليها مفاجئات، خليها مفاجئات. أنت تهبط على التوندونس. يمكن نكمل موسيقى، يمكن نحبس، يمكن نهبط ست ألبومات تو، يمكن نخلي هكاك. ما نعرفش. فما فيتات؟ ما نعرفش زيادة هذايا، ما تسألوليش السؤال هذايا، خاطر كل ما نجي نحكي على فيت لهنا تصير كارثة يتقص الفيت. ما نعرفش يمكن زاد فما ان شاء الله فما اما ما نعرفش فما ما نعرفش ما نعرفش فما مساجات ما بينك وما بين فنانين عرب ولا فرنسيز ولا اكيد عالمين. اكيد كيما شكون؟ برشا ما نعرفش زاد باش نجاوبك فما اكيد فما هذه اكيد شو يقولوا لك؟ شنيا في خدمه كان فما حاجات خدمه فما شكون زاد فنانين عالميين بعثوا لي مثلا على تراكيت. فهم برشا. شوف قابل مبدا انك تدفع فلوس من اجل تراك؟ تدفع شيء. اليوم هاو سنوب دوغ. سنوب دوغ هذاك ربي معاه، انا ما ندفعش فلوس باش نصب تراك. ما نخلي حتى واحد يدفع لي فلوس باش يصب معايا تراك. مهما يكون زيد. امريكاني يبدا. والله كي يعود ما نعرفش. دريك. امريكاني شبيه مش نورمال يعني. دريك كندي. شنو دريك كندي يقول لك يا سيدي كي دريك حتى هو دريك وانا سماره وكنا كيف وكنا تسع شهور والكل فهمت علاش يعني مش ندفع فلوس سيدي نعرف روحي انا شنو نعمل علاش ندفع فلوس بزنس يسهل لك انك تدخل امريكا يسهل لك العالميه علاش سيدي فما رابريت كبار راهم دفعوا فلوس وتهنتلوا زيد هيدي راه مش هكاك راه ما تحسبيش هكاك تمشي بفنك يعني بحاجة مزيانة خير ما تمشي تدفع فلوس وتتهنتر زيادة فهمت تعرف انت الامريكان يحقروا فهمت كيفاش يا اخو ما عندك فلوس ما يتلفتلكش اصلا فهمت واصلا حتى ما تقابلوش يبعث لك لا ما نعملش هكاك انا كان جات فما حاجة كي مرحبا فهمت طلبوا منك فيتات ويخلصوك والله شكون ساعة منين من تونس قبل كل شيء تونس باب هيدي انا ماك تعرف العقده الوحيده في تونس فهمت يا اخي يقول لك اليوم انت اي فاهمه توينس تطلب علي في يعني مفيت مع عبيد مش معروفه هيدي اي اما والله ساعات ناس مع صوت في استديو ولا حاجه يبدا مش معروف فيت معاه عادي ما يقلقنيش فهمت ما عندي ناس مع فن راني مفيت نسمع حاجه تمسني فايت معاه. باهي رابور يقول لك هاي خذ هاو فلوس هذوما وفايت معايا. كيفاش؟ رابور في تونس؟ اي يغزل لك ارقام زاد كيف فيت مع سماره؟ اكيد انا كم شتويت هكاك عادي فهمت؟ اما باش ندفع فلوس ليس. باهي. خاطر ما نستحقش اني باش ندفع فلوس. فاهم الفلسفه نتاعك تقول انا ندخل بفني تقبلني ولا ما تقبلنيش؟ ما تعملش عليا مزيه. ندخل بفني. فما حديث على التمثيل. برشا مخرجين يكلموني يقولوا لي رانا محضرين حاجه في التمثيل مع سماره. باهي. شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط؟ والله اسمعني جينا باش نعملوا مشروع نتاع سيري. ايه. واي حاجه تكثر فيها الهديه هيدي ماك تعرفها. كثير بركه صحيت. عندي بروجرام نتاع سيري ولا فيلم باش ما نكذبش عليك خاطر حاجه يعني نحب نعملها فهمت هذي وعندي فكره عليها وعندي يمكن القصه كيفاش باش تصير وكيفاش باش فهمت قصه حياتك والله مش برشا قصه حياتي فيها برشا اكشن يعني اللي في تونس ما صارتش حاجه فيها اكشن وفيها من غير ما نحكي على ارقام اختي بالطبيعه فهمت ما تتسرقش حاسين وان شاء الله ربي يسهل كان فما شكون منتج يعني فهمت صحيح انا بور علاش ليه مع الفنان لطفي بوشناق عملت اغنيه على القضيه الفلسطينيه والغنيه هذيا هزك لطفي بوشناق اكثر باش تغني باللغه العربيه باللغه العربيه فصحى
فما ساعة تحية للسيد لطفي بوشنيق انسان متواضع. كان مجاني التعامل متواضع اكثر من اللي تتصور، متواضع انسان قلبه باهي برشا وفنان كبير 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 في طاقته الصوتية، في معاملته مع العبيد، في ألحانه، في تجربة. أنا بالنسبة لي أنا خذيت تجربة معاه من أقوى التجارب اللي شفتها في حياتي في الموسيقى. وعاوني أصلا في برشا حاجات. كيما في يعني في العربية اللي تكتبت، فهمت كيفاش؟ في فماشي إمكانية إنه تعاون آخر؟ ويمكن تهزوا الحاجة التجارية أكثر الحاجة. والله كان باش هو سيد لطفي بوشنيق قال لي كان أنا باش نضيف لك حاجة وأنت باش تضيف لي حاجة، مرحبا كيف كيف، فهمت؟ يعني كان باش نضيفوا لبعضنا حاجة أكيد باش تصير موسيقى، فهمت؟ كان أنا مش باش نضيف له ولا هو مش باش يضيف لي، زيد نعملوا في موسيقى. كما شفت لقينا رواحنا فيه، يعني تراك ما شاء الله مع الفنان لطفي بوشنيق. سكرت ستاج؟ بيان سور، عندي قلت لك من اقوى تجارب في حياتي. وسيد ران نحبه بالحق، سيد لطفي بوشنيق خاطره انسان متواضع مش نورمال. وفنان كبير كبير ما شاء الله. وعطاك شرعيه؟ عطا شنو؟ شرعيه معناتها اليوم اللي تقول سماره ينجم يعجبليش، لا غنى مع لطفي بوشنيق وما ادراك، يعني اجازه لطفي بوشنيق. اكيد 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 اكيد. ما هو ما عندوش فكرة هذيك راه. أييي. خاطر قلبه باهي، فهمت؟ لا قلبه باهي وما عندوش فكرة هكا. معروف إنسان متواضع. معروف إن وقت اللي يبدا فما فن تلقى لطفي بوشنيق موجود. أكيد أكيد أكيد. والغنية تقدمت في مهرجان الأغنية التونسية وكنت. ما شاء الله. واستدعاني أكيد، استدعاني. وكانت تجربة حتى في التكريم، حتى في التكريم زادة ما شاء الله. تكرمت زادة من وزارة نقابة الفنانين وما شاء الله. ما شاء الله، نحب نشكرك برشا. عايشك هدوت. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أنت. وإن شاء الله عام سنة يتعدى. إن شاء الله. أحسن من عام اللي فات، علما من العام اللي فات حطمت فيه كل الألقاب القياسية. أنا متفائل خير. عايشك هدي. قلبك باهي، تستاهل كل خير. تتعب، تخدم، توصل، هذا ما فيهش حتى جدال أو نقاش، ينجموا يقولوا عليك كل شيء. اما مستحيلش يقولوا انك ماكش خدام وماكش مجتهد. الحمد لله. واليوم النجاح نتاعك ماهوش من فراغ. الحمد لله. نحب نشكرك، نخلي لك كلمه الختام. والله تحيه لجمهوري، تحيه لعائلتي الكل، ونقول لهم سامح كالعاده. مازال الجو، مازال مازال مازال. سماره بالتوفيق. سماره.